قال تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وبالتالي نعلم من خلال وصف الله عز وجل العرش بأنه عظيم، بأنه يجوز أن تطلق العظمة على المخلوق. ولذا فيما سبق كانوا إذا ألقوا خطابا على ملوك هذه البلاد فيما سلف كانوا يقولون الملك المعظم، يقولون جلالة الملك المعظم. فكلمة المعظم ليست محرمة وإنما هي جائزة، لأن هذه العظمة المنسوبة إلى المخلوق فيما يليق به وفي حدوده.